25/7. تعرفوا ايش يعني؟ يعني اليوم عيد ميلاد فروسي. حبيبي احنا مجهزين له مفاجآت في البيت، احنا عاملينهم، رح نشتري له هدايا وكيكة واشياء. طبعا فارس ما بعرف الموضوع، هو يعني صغير بس بيحكي عيد ميلاد لوسي وهيك. انا بحكي لها هابي بيرثدي وبحكي لها هابي بيرثدي جوزي يعني. بس هلا رح نروح نشتري له الكيكة ونشتري له لعبة، لأنه بدنا نشتري فارس هدية. إشي اسمه يعني بلازما، كل ما يشوف عند حدا بلازما بيبكي بده يسدد له. إيش يعني هاي البلازما؟ تعال اشتري بس. هاي البلازما؟ كتير حلو. بابا اشتري لفارس هاي، حلو لون. هي ولا الأورنج هاي حلو برضه؟ هاي 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 أصلاً هاي شوف هاي. تحياتي أحد مصعب، كيفك يا حبيب؟ إن شاء الله بخير. بدنا نشتري لفارس لعيد ميلاده بلازما، شو بتنصحنا؟ الزرقة؟ ليش طيب يعني بالذات الزرقة؟ ليش بالذات الزرقة؟ لأنه هاي بتحمل وزن 80 كيلو. كم؟ 80 كيلو. يعني أنا؟ أنت. طب أنا 100. يحمل بس مش على المدى البعيد. بيجي عجالها، بيجي عجالها مطاط ونظيف. كويسة؟ نوعيتها كويسة؟ أنا بطلع. والله؟ شو بابا؟ أوكي. خلاص ناخذ له إياها؟ بلالين لون أزرق. هي هون. بتعرفيك بلالين مكتوب عليهم بابا اشترى له زي هيك. احنا نجرب نحط له الأزرق اللي يكون فيه أزرق أكثر. ما في شيء أزرق لحاله؟ هذول حلوين. شو عليهم هذول؟ شوفهم. ناخذ له اياهم بابا هذول. وبابا طول الكيك. هاي طربوش. طربوش اللي اختاروا له طربوش حلو يكون مناسب عليه. لفارس هذا. شو بدنا نعمل هلا؟ حط عليه وزن. لأن أنت قلتي لي نحطه ببوكس، بابا ببوكس ما بيجي هو. بيزبط، بس خلينا نجرب نحط له هيك شبرة للسيد فارس. نحط له أصفر ولا نحط له أورنج؟ أورنج. انت اختار هاي، بس الاصفر اكبر شوي. احلى تمام. هلا وين نروح؟ البيت. لا نشتري لك كيكه. يلا وهلا دور ايش؟ اكيد الكيك. يلا بسم الله. يلا فوت. على الاشياء الزاكيه. طيب السلام عليكم. بس نتأكد. يلا بابا انتوا ايش اي كيك بدكم؟ احنا قلنا اليوم نجيب له كيك بال الايس كريم صح؟ هذي. طيب هدول ايش هم اللي تحت؟ ايش بدكم تحت؟ انا بدي البيضة. والبيضة والقلوب هاي. البيضة على شكل اوراق. ورود وكل شيء. وعطينا بعد اذنك من هذا كمان. تمام. ومن هذا. يعني التشكيلة. ايش كمان بدنا؟ هذا شو هذا المخطط والصابونة؟ ايش هو؟ شو هذا؟ هذا صابونة. شو صابونة هذا شكله؟ تقول لك صابونة. صابونة فحل الكيك شو دخلها؟ بدنا هي أصغر وحدة يا بابا العربية. خلاص نعتمد هاي العربية. هاي آيس كريم العربية محشية. طب بلكي فارس ما حبه، مش هو عيد ميلاده اليوم؟ كيف يعني حتى لو؟ باكل حتى ولو، مجبور ياكل، أصلاً مش شرط ياكل. جيب لنا. طيب يلا خلص وكلنا على الله. هلا صارت الكيكة جاهزة وجبنا هيك تشكيلة أغراض والكوكيز والشغلات والكراتة وأشياء. مش سيارتنا هاي طبعاً بابا، أنت موافق على سيارة مش سيارتنا. منيح بابا، منيح ما جانا صاحبها كان سوالنا عرس هلا من وراكي. يلا تفضل على السيارة. شوفوا واو بابا فتحتيها هلا هلا بدوب ولولو. يلا ننطلق. انت قاعده مكان كرسي فارس صار عمرك سنتين. عادي يا بابا بالله. حطيناها على الفاي، حرام عليك اصلا. هيك قصدك يعني عشان انت تحافظي عليها فانت ما عندك مشكله. اذا هيك اوكي موافقين. يلا هيا بينا. هتعمل لون الازرق والاخضر. كم باللون؟ أهلا.
وسهلا ومرحبا. لا هلا بك يا استاذ. كيف تربطي؟ نشوف اذا في حلو. هذا كيف اتوقع؟ لا هذه هون حلوه. اجوا انفخ البالون الاخير. هلا اول صوره هاي اللي لما اجى فارس اول من ولد. يا جميل ياي هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي فروسي هابي بيرثدي. ايوه احسنت. يلا يا حلوين تعالوا. اهلا وسهلا. يا سلام عليهم الاطفال المبسوطين. يلا نغني لفروس. يلا نغني له بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو يو. مين كمان معانا موجود؟ اهلا وسهلا. ومين كمان؟ وهاي البنوتة ايش اسمها؟ فرات. ويا فرات فروس. يلا فروس شوف 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 الشمعة. شوف 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 شوف. يلا تعال 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 عشان تنفخ. يلا 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 تعال 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 هوب 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 هوب. استنى وقف هون. تعال هون هون خلوه هو اللي حينفخ عليها. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to فارس. يا زائر. Happy birthday to you. انفخ انفخ فارس انفخ عليها انفخ. لا مش بيدك تمك تمك. كمان 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 اقوى. استنى اقوى. كمان يا عيني على الهدايا الحلوة. قولهم شكرا فارس. قولهم شكرا. أيوة واو. يلا احكي هابي بيرثدي. يلا هيك هيك حط اجرك هون زي ما هي بتقول لك. يلا ايوه 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 علميه علميه كيف يحط اجره هو. ايوه بابا بتساعدك قاعد يقولها شكرا. بلالين روحي خدي بلالين انت. لا بابا خطا هيك شو بدك تسوي حرام عليك صاحبتك. يلا وهيك طيب و الى الحلقه كامله. الى اللقاء. الى اللقاء لكم شكرا جزيلا.